يا بختي بابني، يا بختي بابني، يا بختي بابني. شوفوا جاب لي ايه، عشان انا بحب ال مبروك مان. الله يبارك فيك يا قلب مامي. بس انا بحب اللعبه دي جدا جدا جدا، لان ليها ذكريات معايا انا واخواتي، كنا واحنا صغيرين نقعد نلعبها، وبحبها قوي قوي. كان عبودي عنده برضو واحده، بس كانت السمكه اللي هي الكبيره بس. فهو دلوقتي ده من زمان خالص وهو صغير، وكنا برضو انا وهو نقعد نلعب بيها. فالفتره دي طبعا انتوا عارفين انا متضايقه شويه وكده، نفسي تعبانه. المهم ان بلاحظ ان انا ابني بيحاول يرجع لي ذكريات انا بحبها قوي وحاجات بحبها. تمام، لقيته بقى طالب لي ديت، وجايب لي برضه حاجه تانية هوريها لكم دلوقتي. فتحناها عشان ايه؟ بقول له انت ركبها، بيقول لي لا انت ركبها. ليه؟ مش بعرف. طيب ولا قصدك عشان مامي هي اللي تركبها؟ عشان مامي هي اللي تركبها. طيب يا ابني محدش يضحك يا جماعة، تقولوا عيلة عيلة، بس الواحد بيفرح لما ولاده يجيب لهم، يجيب حاجات كده جميلة تفرح القلب يا جماعة، تفرح القلب. يا بختي بابني بجد، يا بختي بابني، ده اللي أقدر أقوله. ويا رب يا رب، دعوة من قلبي لكل الأمهات، ربنا يكرمكم في ولادكم يا رب، وتشوفوهم كده أحسن الناس في الدنيا. ديت انا اعتقد كانت هنا تقريبا، كده صح. تمام، هنعمل بقى دلوقتي انا وعبد الله مسابقه ونشوف مين اللي يكسب. صح يا عبد الله؟ يا حبيب تيتا، يا ابن تيتا، يا ابن تيتا، تقول لهم يدعوا لمين؟ لتيتا ان شاء الله، الله يرحمها يا رب. اللهم امين يا حبيبي. حاطين سمكه زياده عشان هو واحده وقعت او ضاعت، وحاطين تلات اربع، اللعبه دي يلعبوها اربع اشخاص. تمام، اربع اشخاص يلعبوا اللعبه دي. هنطلع اتنين، عبودي تختار اي لون. اوكي اتفضل، وانا هاخد اللون البينك. هنشيل اتنين عشان لو حاجه خربت او ضاعت نفتح نلعب واحده تانية. تمام، اوريهم اللعبه التانيه. ثواني خليك شايف. لا، لعبة 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 لعبة. طب يا حبيبي عشان احنا بنحب نلعبها. ايه؟ عشان بنحب نلعبها دي. دي اهي جميلة 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 اهي. ايه ثواني حبودي لحظة، وعشر ثواني قصري. تمام، شوفوا جميلة ازاي، عشان انا وعبد الله بنحبها جدا، وهنقعد نلعبها مع بعض ان شاء الله. ضمنها كده كبيرة هي. ايوه ايه الزهر والبابا، ايه رايكم فيها؟ وجميلة وواضحة، احلى من كانت عندنا، احلى بكتير من كانت عندنا. جميلة، لان احنا عندنا برضو، بس محتاجة ايه بقى؟ انك تقفي على الارض وكده، اللي هي السجادة الكبيرة. تمام، لكن دي سهلة، يعني احنا قاعدين كده كده على فوق كده نقعد نلعبها. تمام، متدفيين مع كوبايتين الشوكليت ونلعبوا مغناطيس. تمام، عشان دي مغناطيس. تمام، بص اهي، ما تقعدش بقى تتهز ونتنطط ونعمل. ايه رايكم؟ شايفين هدايا ابني دي؟ هم مصورة لو سمحت. قلبي ماما وعمر ماما. ايه عبود عافية، اوريهم بقى الشغلة. بصوا جاب لي ايه كمان هدية، بصوا نزل نزل. تركي اصلي، ستيل اصلي، جابها لي هديه. شفتوا بقى يا بختي بابني ازاي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، ازرعوا صح تحصدوا صح. الله يحرمني منك يا اغلى من عيوني ماما. شوفها حبيبي، تبارك الرحمن، تقيل هو الستيل التقيل الاصلي. عندي انا واحده زيها، فاهمين؟ بس الثانيه عبودي اكبر شويه، صح؟ اكبر شويه. فانا كنت محتاجه، هو سامعني قال لي عشان حضرتك كنت بتقولي يا امي عايز تجيبي واحده صغيره للحليب او للشوكليت، للكريمات، السوسات، كريم كراميل، الحاجات دي كلها. شايفينها دي؟ دي تركي اصلي اهو، شوفوا 16 جميله جميله جميله. وبعدين فيها ميزه انها مع غطا. تمام، بركه الرحمن، يعني الستيل بتاعها حلو قوي. هو الجرانيت حلو بنحبه كل حاجه، بس يا جماعه الستيل برضو ليه رونقه، يعني
يعني الستيب بصراحة خليه رونق جميلة ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن ربي ما يحرمني منك يا عبد الله ابدا ابدا يا ابني تيتا يا ابني تيتا بس بقول يوم تركي تركي اصلي وجنبي كمان قال لي ماما حبيبتي دي محتاجه الكل بصوا جاب لي ديه جاب لي باسكت الصغنون ده الكيوت وغنيه كيوت خالص صغنون جدا بس الكواليتي بتاعه حلو تمام جاب لي ده عشان انا كنت عاوزاه وجاب لي الكوفي كله برضو واحد صغنون ده هحطه كده من فوق تمام علشان خاطر مثلا ايه عندي واحد زيه على الريسبشن في الطاوله بتاعه التقديمات احطه كده على جنب بس احطي مثلا اي حاجه بسيطه ماشي بس كده صغنونه خالص يعني هو انتوا شايفينه قد الكف كده صغنون خالص ماشي ما تحطش على الارض يا جماعه ده يتحط على الحاجه يعني شفتوا بقى انا ابني جميل ازاي وكان عندنا في كوفي كورنر ناقصنا كوبايات لان عاوز اقول لكم احنا بنستهلك كوبايات كتير جدا 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 فجاب شويه كوبايات كده لايه للقسم بتاع الكوفي جاب دول تمام هو ده شكلها هي عندي منها مفتوحه الشكل ده يبقى مثلا مكتوب على اسبريسو كوفي اكياتو كده يعني جاب دي جاب الحبل بتاع التركي ده كده عادي برضو مش عايز استهلكه مش عايز مثلا رايحين هنا او هنا مقابر بنعملها معانا مقاره فبنحتاج الحاجات دي وجاب برضو دوت دي برضو جاب منها الشكل ده تمام واحنا عندنا اللي هو الاشكال اللي انا بتوريها لكم هنزلها لكم بقى في اخر الفيديو ايه رايكم بقى شفتوا بقى ابني حنين ازاي طبعا بصوا بقى احنا دلوقتي عبودي قال لمامي تعالي نلعب تمام جيم واللي هيخسر هو اللي يعزم التاني على هارديز انا متاكده ان انتوا كلكم دلوقتي هتنزلوا تشتروها ده اذا اصلا ما كانش موجود مش معقوله دي مش موجوده في كل بيت عبودي الايه اللي كسب يلا راوند اوكي راوند الثاني يلا يلعب دي واحد لا اله الا الله خمس مالوف دي جبنا لا 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 عبد الله غشاش لا انت كل روحك رياضيه عبد الله ما ينفعش كده ها بس واحد واحد لا يا ماما الراوند الثالث ماشي ده اللي هيبقى فاصل بيننا واللي هيخسر هو اللي هيطلب حالا الهارديز ساندوتشات بس احنا يعني مش قادرين ناكل وجبات كبيره ساندوتشات بس المهم انه ينفذ الايه ال اسمه ايه ده يا اما يقوم يعمل عشاء
بس مثلا السجاير بتفتح وتقفل على طول. صح. من عندي الحمد لله. اوه انا اللي هطلب. انا اللي هطلب عبودي كسب. يلا سقف البودي. يلا دلوقتي هنطلب ماشي وهنوريكم ان احنا طلبنا كمان. يا جماعة عشان احنا نحب اسمها الصفية وان احنا كلامنا يكون مظبوط. تمام؟ بس انا مش عارفة ليه مدلول. هو في مطر ولا ايه؟ تمام؟ بيبس بس احنا ما بنشربش بيبس. بنات اهو. تمام؟ وصل. كنا بنلعب وجبنا بيبس احنا مش بنشربه عشان طالبين وجبات يعني. تمام؟ بس ده كيس. دي الوجبة بتاعتنا البوتيتو. ده بوتي بتاعي وده بوتي التعبودية. وعبد الله مشروم عن سويس وانا مشروم عن سويس. تمام؟ بس كده. مين اللي دفع؟ انا اللي دفعت. انا اللي دفعت علشان خاطر احنا قلنا مبسوط بأي بودي. المرة الجاية ان شاء الله انا اللي اكسبك وانت اللي تعزمني ان شاء الله.